لو جينا طال عمرك للدرعية اللي الآن احنا نستمتع في مشاهدة حفلها. الدرعية كلام كثير يقال حولها وكلام كثير سيقال، لكنها الآن أصبحت واجهة عالمية وتستهدف 100 مليون سائح إلى 20 30، سجلت في اليونسكو بمتابعة. هذه الناس ما تدري عن ملفات، ترى الملك سلمان الله يحفظه من يوم كان أمير الرياض من 15 سنة كما كتب صديقنا زياد الدريس وهو يتابع الملف، ولم يرتح حتى سجلت الدرعية باليونسكو. الدرعية باختصار بلدة عظيمة حاول الأتراك والدولة العثمانية دكها ودكوها دكة، ولكن من هذا الدك خرجت نبتة البلاد السعودية. سبحان الله، الإنجليز عندهم مثل يقول لك الضربة التي لا تقتلني تقويني. الضربة هذه حقت إبراهيم باشا جعلت النواة للدولة السعودية هي الدرعية، وستبقى إن شاء الله فخر لنا ومصدر لنا. وكل ما ذكرنا درعية تذكرنا جهاد الأجداد وجزء من تاريخنا وحاضرنا وحتى مستقبلنا بعد كل ما نشوف هذا هو. فإبراهيم باشا لو كان حيا لمات كمدا أن يشوف البلدة التي دكها تحولت إلى دولة، ويش دول العشرين تنافس من أعظم 20 دولة في العالم.